في العراق أيضا تم اليوم استهداف مطار عسكري قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وتشير المصادر إلى استخدام مسيرة مجهولة المصدر في هذا الهجوم. ولمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. أهلا بك مصطفى. إذن في إطار آخر المستجدات، ما آخر التفاصيل حول هذا القصف في السليمانية؟ نعم، قبل قليل صدر بيان من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أشار إلى أن طائرتان مسيرتان نفذتا ضربة جوية على مطار عربد في السليمانية، قتل فيه 3 من قوات جهاز مكافحة الإرهاب الكردي وأصيب 3 آخرون في نفس الضربة. الجهاز مكافحة الإرهاب أو الإدارة في محافظة السليمانية اتهمت من وصفتهم بالجواسيس الذين يعني مارسوا نوع من إعطاء المعلومات لتنفيذ هذه الضربة، وتوعدت أيضا بمحاسبة من أعطى أي إحداثيات حول هذا الموضوع. نعم. هذه الضربة كانت مفاجئة لإقليم كردستان بشكل عام، خصوصا أن المطار هو مطار زراعي، لكن تبين أن هناك قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تتدرب في هذا المكان. حتى هذه اللحظة هناك بيانات متضاربة من عدد من الجهات، لكن هناك بيانات إدانة من إدارة محافظة السليمانية صدرت، ولم تتضح حتى الآن كل التحقيقات فيما إذا كانت الضربة من تركيا أو من إيران. نعم، في إضافة هذا الإطار دائما مصطفى، يعني نريد أن نعرف أكثر عن طبيعة منطقة السليمانية، يعني كمنطقة ما الذي يمكن أن نعرفه عنها؟ يعني السليمانية هي محافظة تقع في شمال العراق، محافظة في ضمن محافظات إقليم كردستان للعراق. هذه المحافظة هي على مقربة من إيران، فيها على ما يبدو بحسب بيانات من تركيا هناك نشاط لحزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة، وهناك أحزاب إيرانية أيضا قريبة من إيران فيها، لكن هناك أيضا في هذه المنطقة الكردستاني العراقي أقصد، وهناك ضربات مستمرة تشهدها محافظة السليمانية بين فترة وأخرى. عادة ما يعني تعترف تركيا بتوجيه ضربات مماثلة في هذه المنطقة. واضح جدا، شكرا جزيلا لك مصطفى على كل هذه التفاصيل والمستجدات. إذن كان معنا مباشرة من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان.